مصوت عبد الرحمن فاعل جمعوي منطقه عمان مقاطعه حي الحساني. اول حاجه حنا فرحانين بهذه الزياره ديال السيد الوالي والافتتاح ديال هذا المركب هذا هذا المسبح هذا المغطى القاع مغطى بالزبير اللي وقع الاخ الكريم. خلينا السيد الوالي شدخل ودشن هذا المرفق هذا اللي حنا فرحانين به كساكنه وفرحنا بزاف. خلينا تساهلوا كل شيء كمجتمع مدني طرحنا عليه واحد المشكل عندنا واحد مؤسسه تعليميه بحي النسيم هذه 8 سنين وهي كاينه 8 سنين وهي مسدوده مع العلم انها سالات من الاشغال. المهندس ما بغاش يعطي مهندس تيقول انا ما غنعطيش هذه الاشغال ما غنديش شي حاجه فيها ماشي هي هذيك شي حاجه المؤسسه شي حاجه مع العلم انها ما كاملاش الصور ديالها بكل شيء ما فيهاش مع العلم ندخلوا لها الطاولات كل عام تنديروا اجتماع مع السيده المديره ولا المدير السابق المدير الاقليمي السابق تقول لك العام الجاي غتحل مشينا عند المدير الاكاديمي تيحبسونا عند الباب. حنا ما غنلوموش السيد المدير الاكاديمي تيحبسونا عند الباب وكل شيء ما عمرنا هضرنا معاه ما عمرنا تكلمنا معاه. منين سالينا مشيت عند المديره الاقليميه قالت لي هذاك الشيء اللي عندك قلتي للسيد الوالي سير بحالاتك يعني ما كنتش تقول هذاك السيد السيد الوالي بقى بيننا وبينك والسيد الوالي الا ما قلناش للسيد الوالي من غنقولوا لا كان الملف انت كبير عليك السيد الوالي غيحلو هادشي اللي كاين. حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه كمجتمع طالبين عندنا مؤسسه تعليميه مؤسسه ابتدائيه وحده دابا اللي كاينه فيها 1200 تلميذ 1200 تلميذ مقسومه على جوج نص يقرا مع الصباح ونص يقرا مع العشيه كيدير الدري تيطلع تيقرا مع العلم ان المستوى الابتدائي هنا هو لاباز ديال الدراري تيطلع وهذه 8 سنين وهي كاينه شي حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه تنطلبوا بهذه المؤسسه تحل مع العلم كانت واحد المؤسسه اخرى ديال القاضي عياض حتى هي كانت فيها بعض الشكوك الحمد لله تيناضلنا فيها وتكلمنا عليها وكل شيء والحمد لله تتصلح. حنا ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد حنا اللي تنطالبوا هو الاصلاح هاد الوليدات ما يضيعوش والسيد الوالي الحمد لله حنا فرحانين به وسيدنا مشي وضع الثقه في هاد السيد هذا عرف اش كاين عرف النزاهه هذا السيد وعرف لا فالور ديال هاد السيد كي دايره وتحياتي للسيد الوالي وتحت شعار الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمه الله.